خليني اشيل الكمامة بسرعة ادركم هذا الموضوع. طيب خارج من البوليفارد قابلت شخصية قوية موجودة في البوليفارد. طيب سألته بس سؤال واحد عن سواريز، هل معقول سواريز يعني يوقع الهلال؟ ما هو تقليل في كيان الهلال، ولكن سواريز يا جماعة سواريز يعني بالنسبة لنا احنا كمهاجمين، سواريز هذا واحد من المهاجمين اللي قويين في عالم كرة القدم. اوف لما جاء جدة في ملعب الجوهرة، طيب لما لعبنا منتخبين من الأوروغواي والسعودية، لما سجل سواريز وانا سجلت في هذيك المناسبة 1-1، يعني كان بالنسبة لي تاريخ كبير. فتخيل انه سواريز بنسبة 99.9% بيجي للهلال، تخيلوا. هذا كلام شخصية هنا موجودة في البوليفارد، أعطيكم إياه من الآخر.